يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مرحبا بكم في طاولة رمضان لليوم 18. اليوم باش نعمل حوض لقيت الحوض القاروس. برشا سألوني برشا على القاروس وقول لهم راني مش ديما نلقاه مش ديما نلقاه. اليوم لقيته اون بروموسيون سينو ما ناخذش، راني غالي ما ناخوش، كي يبدا بروموسيون ناخو. لقيت القاروس حاسيلو، كعبه باش نعملها في الفور نورمال، وكعبه باش نعملها محشيه للي يحبوا يعرفوا كيفاش يتعمل القاروس المحشي. هنا خديت 4 كعبات بطاطا، قشرتهم وقصيتهم بالطريقه هذيا، باش نحطهم في كسرونه ماء يتيبوا يتصمتوا، معناها شطر صمته ما خليهمش معناها يتيبوا على الاخر، باش نحطهم من بعد مع الحوت، خاطر الحوت ما فيهش روح، معناها جوست باش يتحمروا شويه وكها. طبعا ناخذ كعبه القاروس اللي باش نعملها محشيه. نجي للقاروس اللي باش نحيلو السلسول نتاعو، كيفاش نعملو؟ نجي من نظفتو صيي او نظفتو من داخل، امورو واضحه. قشرتو يتقشر بالعكس هكا يتقشر، نحيتلو الزعانف نتاعو منه ومن غادي، وباش نجي نحيلو السلسول. السلسول يتنحى من تالي هكا بالطريقه هذه. نجي نحط يدي على الحوته باش نشدها بالطريقه هكا، والسكينه تكون ماضيه باهيه، وندخل على حرفيتو الحرفه ذي وين الزعانف، انا فوق بالضبط فوقه بالضبط، نتعدى عليه نحلو الكل هكا من هنا. بسم الله. هكا فوق السلسول بالضبط، نسمع التقرقيش نتاعو. نجيب العكس توا هكا، بسم الله، نزلني نسمع الخرخشة نتاع السلسول. هكا الطريقة هذه، هاوكا السلسول هذا كيفاش يتنحى. هاكا نحسوه نزل لاصق، نعديو عليه بالسكينة، نتبعو معاها. هاكا ونجيب المقص نقصو ترشق منا ونقصو مشي راهي باش يتنحى السلسول في يدي. هلا هاكا هنا حينا السلسول تاع القاروس، نزيدو نثبتو نلقاو شي شوك نحيوه. هاكا سافا ما فماش، كنتحسو بيدينا هاكا وهوني ما فماش. هاكا وطبعا باش نعمل الحشو نتاع الحوته. لهنا عندي شويه معدنوس جبدته من الكونجيلاتور، باش نحط عليه الكبار. والحشو راه طعمه كل واحد يعمل على طريقته وعلى بالطريقه اللي يحب عليها هو. نحط فيها الكبار، باش نحط فيها جبن رابي، بصل، بصل شيح، ماني ما كانش حطوا بصل عادي، بصل عادي انا جوست نختصر في المراحل، ملح، والتيبل. تنجمو تعملولها مرقة هكا تختوخة متختخة وحدها كيما الطاجين، وتعملوها بعد في وسطها. هوني تنجم تحط الشابلور، أمانة باش نحط أكل اللي قلتلكم عليهم، دقيق القمح الكامل ودقيق الشوفان ودقيق الشعير، باش نعملو في بلاصة الشابلور. هكا الشابلور يقول قايل الويه باش يشرب لي الماء تاع المعدنوس ويعمل لي فوليوم. وكعب عظم، شوف بيضة صغيرة هكا ها. زيت الزيت، حط شوية زيت. توا ناخذ الحوتة اللي باش نعملها الحشوة، نجي نعملها الحشوة نتاعها مشيرة هكا، نسكرها من لوطة خاطر محلولة شوية، نسكرها هكا ونجي الحشوة نعملها مشيرة الفوقانية هذيك. نحطو الحشو هكا،
انا ما كانيش حليتها للاخر، كاني خليتها مسكره شويه من هنا مش تقعد تشدها روحها. هكايا اذا ما تحبوهاش تتحل حطولها الكوردون، شدوها باللي كوردون. والحوته هذه اللي ما فهمتش بها تعيط حل علينا فمها كيفاش تعمل امل بسم الله نجي نشرحها. هكي نشرحها باش تطيب فيسا. بسم الله هذايا منحيني لها سلسولها، معناها هكا روحها منا ومنا ما فيهاش روح في ساعتين. وهذه نشرحها من الشيتين هكا ونفوحها. نغسل يديا الساعة وفيحي لهنا فلفل أكحل موتارد بودرة، ما نحبتش الموتارد معجون. ملح ومانيش باش نحط كمون باش ما نتلفلوش المطعم نتاعو. هكا ونحط عليه الزيت هكا، ندور طوا من الشيرة الاخرى، نغسل يديا ونعاود نفوح هكا وندخل كله فيه هكا من داخل ونحاول نعمل تمسيح على هذي زيادة هكا ونحطهم في الفرن. نحطهم في الفرن على أعلى درجة باش نخليهم تقريبا ياخذوا 15 دقيقة. أنا اليوم ضربني الزهايمر حسيت نسيت عصرة القارص ولا هكا شوية قارص رشة قارص هكا يعطي نكهة بنينة. ونسيت البطاطا اللي عملتها، البطاطا عبيتها في القلايه هكا بالماء، القلايه ذي معبيه بالماء وخليتها تصمتت فيها وطوا باش نصفيها ونسوق ونحطها لهنا. البطاطا فوحتها تابل وملح وفلفل اكحل وزيت وشويه تابل نتاع مشاوي. ونحط البطاطا بسم الله هكا ها وهوني حضرتها هيكا نحطها طوا في الفور باش نعملوا سلطه بلانكيت. عملتها معاكم هيك النهار، خديت كعبتين باغيت نحيت لهم القعموره نتاعهم وقصيتهم طروف طروف. وهوني عملت الصلصه نتاع الهريسه مستسه ديما نعملها لكم، شوفوها في الوصفات الاخرى وفي الفيديوهات الاخرى. والبنتي نحيت لها كان الزيت الفوقاني على حروريه نتاع الهريسه ونحن عملنا بالهريسه. وبعد زينتهم بالزيتون والجبن ايمونتال عندي والطن والكبار والعظم المصموط، وكل واحد يعمل اللي يحب. هو نورمال مصدى بسلطه مشويه تجي، اما ما عنديش سلطه مشويه دونك ما عملت لهش بالذمه. هذه الصلصه نتاع المقرونه البارح فضلت، زدت عليها كاس ماء وحطيتها تغلي وفيها في وسطها الشفريت، زيت في وسطها الشفريت نتاعها هاهوكا، حطيتها تغلي وباش نرمي عليها جويده مكسره. وللسهريه طبعا باش نعمل سلطه فخويه، ما عندي فريز وانزاسه كهو. طبعا بعد ما كملتها باش نحط لها واحده سكر فاني ومغرفه هكا سكر وشويه عطر شيء. وهذا الحوتات اهوكم طابوا، الحوتة المحشية طابت بسم الله، طابوا من قبيلة وعاود سخنتهم بسم الله. نعاود هكا بسم الله هكا. وهذوما الحبيتات نتاعنا هاهوكم حضروا. وهذه طاولتنا ها هي حضرت، الدويده غرفناها
سلطة الغلة، السلطة الخضراء، الحوتة المحشية والحوتة المشوية والبطاطا متاعها. من البارح قعد لي دجاج وكروفيت، كعب عظم قعدت متاع البلانكيت، وهذا البلانكيت متاعنا، وهذاك بلانكيت مولا صاي دخلت فيها مل. وهذه طاولتنا لليوم وعشينا لليوم ودبرتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.